وشوشة. وصورة سيلفي يعني من أهم الأعمال اللي أنا عملتها على مستوى الدراما. يعني الناس تستغرب يعني يقول لك أنت فيلم قصير وعمال تقول من أهم الأعمال. طبعا أنا تجربتي مع الأفلام القصيرة زي ما قلت لك قبل كده صندوق خشب، وكذا عمل كتير قوي تحت الإمام عريس لنجيب محفوظ، في حاجات كتير قوي عملتها أفلام قصيرة معروفة وغير معروفة. لكن صورة سيلفي ده يمكن أول فيلم ياخد جوائز في مهرجانات. والعظيم في صورة سيلفي إن كان معايا أساتذة كبار جدا، معايا الأستاذ كريم بوجا، معايا الأستاذة أنعام سلوسة، أستاذ سليمان عيد، معايا الأستاذ سلمى فريد عشان مش عايز أنسى حد، معايا الأستاذ محمد حافظ، معايا الأستاذ محمد عبد الرشيد، معايا مجموعة الجمهور يعرفها بألافها جدا، ومجموعة وأساتذة كبار. فكان هم جزء كبير قوي من نجاح العمل. يعني عايز أقول إن يمكن ده أول فيلم قصير يبقى فيه ناس معروفة بهذا الكم. أو مجموعة شباب، أو يعني الفيلم قصير ملوش حدود معينة. لكن الفيلم ده كان مميز بأنه هو فيه أساتذة كبار. العمل ده أنا حبيته لأنه هو بيتكلم عن آدم، ملوش دعوة لا بقى لا بسياسة ولا بكورة ولا ملوش دعوة، بيتكلم عن الإنسان عامة، بني آدم. فأولى أن احنا نعمل أعمال من هذا المنطلق. الأعمال الإنسانية دي مهمة جدا، لأن هي دي اللي بتخلي أقوى من التنمية البشرية، وأقوى من حد يقعد يقول لك كلام، وخلي عندك طاقة ويبقى ملتزم بعلاقتك بربنا. كل الكلام ده الدراما تقدر تقوله، وده اتحقق في صورة سيلفي. عشان كده أنا بحب الفيلم ده جدا. هو بيتكلم عن سيلفي، كان في فترة من الفترات بيحصل إعادة صور كل الشباب اللي تصور مثلا من 20 سنة، من 25 سنة صورة عادية، بيتجمعوا تاني وبيتصوروا. فدي فكرة الفيلم. والفيلم ده تأليف المبدع جوزيف فوزي، والمخرج الرائع محب وديع، الاثنين دول عظام طبعا، مع إنتاج الكنيسة الإنجيلية، أستاذ ماجد منير، ده الشركة اسمها شارك. فالفيلم كان متجهز حلو، معمول كويس، فكرة رائعة جدا، مجموعة عمل هايلة. عملنا فيلم تاني وبتشاركني فيه صديقتي وأختي منال سلامة، عاملين فيلم اسمه ألوان. يا رب يا رب خلصنا تصويره في المونتاج، أتمنى يعجبكم، لأنه برضو فيلم حلو قوي قوي، بيتكلم عن بس بالمعنى المنطقي اللي هي لم الشمل البيت المصري. البيت كل بيت ليه تفاصيله، ازاي يبقى في علاقه ما بين اهل البيت مستوي عشان يطلع جيل سوي وعنده طاقه، بربط احداث سوريا وما يحدث فيها. يعني بنتكلم عن البيت المصري من خلال الحرب اللي حصلت في سوريا بتاريخ كده. احنا بنوري وبنقول ان المشكله مش في الدمار بتاع سوريا، ممكن يكون الدمار موجود جوه البيوت، جوه كل بيت مش عارف يطلع. هو البطل الفيلم طفل شاب صغير بيحب يرسم، وهي فعلا الوان. يعني هي الحياه، هي اللون يختلف لكن المضمون واحد. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.